عم حمدي، عم حمدي كفارة، كان نفسي ازفك وانت خارج من السجن، لكن العين بصيرة والايد قصيرة. ازيك يا عزيز؟ صحتك كويسة؟ من الرز. انت بتحب الرز دلوقتي؟ باكله اضطراري اضطراري. عطيها نظام رز وانت بتصيف 3-4 مرات كشري في اليوم. وامك ازيها؟ خلعت، راحت البلد لاختي، هربت من اكل الكشري، معدتها قفشت زي موتور العربية متداقة. معاك دخان؟ عارف انك خرمان. اتفضل اتفضل يا عم حمدي. بقولك ايه، ما تهويهم بقى، هويهم، نفض التراب عنهم. الله، عايزين نلاحم بقى. عايزين شوية زفر. عايز الين الموتور. شد شد يا عم حمدي، ربنا يديك الصحة. اكتم اكتم. الله يخليك. طب ما غيرتش ليه يا عزيز؟ اشمعنى يعني كشري كشري؟ كان ممكن تديها بدنجان مالي مثلا، فول طعم اياه. اه، اصل الواد اللي ساكن جنبي غاوي مغرب وبيشتغل في محل كشري، هو يفوت لي اطباق الكشري وانا استحمل غناه طول الليل. طب افرض صاحب المحل قفش وكنت عملت ايه يا حدق؟ لا، صاحبة المحل مش فاضياله خالص. هي المحل صاحبته ست زي فلقة القمر، طول بعرض والمساغ من هنا لهنا، كل يوم بتلم لها شوال فلوس من محلات الكشري. اصلها عندها 4 منه يا سيدي، غير التاكسيات وميكروباصات من مصر لاسكندريه، ومن اسكندريه لبورسعيد، ومن بورسعيد لمرسى مطروح. حكايه لو ايه، عندها حته عماره في الزمالك 10 ادوار وتحتيهم دورين، تصور، وساكنه بقى في جاردن سيتي في فيلتها الشخصيه. حكايه فخفخه. عارف كل العز ده كله يا حمدي؟ ومش سعيدة. غريبة قوي، متجوزة ست دي يا عزيز؟ بتدور تشمشم في الأوساط اللي ممكن يتوجد في وسطهم واحد من دول، وهي اللي بتدفع. تصور، هي اللي بتدفع. بسم الله ما شاء الله، فنجالك بيقول إن فيها عريس بيتمنى الرضا، بيتمنى كلمة واحدة منك. بيشتغل إيه؟ بيشتغل إيه؟ يا اختي غني قوي قوي، عنده فلوس كتير قوي زي الرز، بيمتلك عزبة القرود يا حبيبتي. قرود؟ قولي له ما يلزمنيش. بقى ده كلام، بقى ده اسمه كلام يا اخواتي. بقى واحدة زي القمر، زي في حلاوتك وتعبتك وجمالك، تقعد كده وحدانية من غير راجل تعتمد عليه، تعيط في حضنه. ان كان على الرجالة، انا عندي بالالوفات، انا عندي فلوس متلتلة، كل يوم بالليل بتجيلي بالزكايب. انما نفسي في باشا، باشا وتكون عيونه رماشه، عشان يقولوا مرات الباشا راحت، مرات الباشا جت. بس يا حبيبتي الباشوات راحت عليهم خلاص. يا دي الخيبه، معرفش. يبقى امير زي اللي بشوفهم في السينما الافرنجي. وده هتلاقيه فين؟ حلاقيه، لازم حلاقيه. ما تدهبسي كده في الفنجان، يمكن تلاقي امير ويبقى لك الحلاوه. ادهبس؟ وانت عرفت المعلومات دي كلها ازاي يعني؟ ما هو محمد. مين محمد؟ الخطبه. مالها؟ تبقى بنت خاله امي لازم يعني. يبقى خلاص. خلاص ايه؟ مش فاهم يعني. انت لسه غبي زي ما انت، بيظهر الكشري يطخم مخك اكتر. ايه بس، فاهمنا حمدي، عايز تقول ايه يعني؟ ان شاء الله الليله دي هتقابل البرنس وهيكون من بختها. ها؟ اللي يعني ما نفهم منك اكتر. كل ترمس كل. يمكن لما تاكل زفر يغير شويه البركه فيك بقى. اثار الكشري دي. الله يخرب بيتك يا غبي. كل. بلاش اشتغل انا بقى. هي فين؟ اللي هناك دي يا فندم، اللي بترقص مع الشاب ابو شعر ده. ما هم كلهم بشعر. لا يا فندم، اللي لابس ده. لابس ايه؟ اللي لابس بدله وفنفاخ ده في رقبته. فنفاخ؟ ايوه يا فندم. هي لابسه ايه؟ هي لابسه فستان. اهي لابسه فستان اهي. بص بص يا حيوان، ما كلهم لابسين فساتين، انهو واحده لونه ايه؟ لونه ما تركز يا بروف. اللي لابسه فستان دي بنفسجي على اسود. هي لابسه بنفسجي على اسم. يمكن يمكن
يعني عندك عم علوان كمان ده اكتشاف جديد. الله يخرب بيتك. يا ريتها جابت بدالك حمار يا اخي. اتفضل وسع لي سكه. اتفضل اتفضل يا بروف. خش يا حيوان. اتفضل اتفضل اتفضل. اسمع، انا عايزك تروح تبيع الخاتم ده وتجيب لي فلوسه حالا لاني محتاجها جدا. سمو الامير، مش ممكن ابدا خاتم الاماره ابيعه. ازاي؟ 100 مره يا حيوان قايل لك ما تجيبش لقبي على لسانك في مكان عام، انا حياتي في خطر. حيوان حيوان. قول لي اسمك ايه؟ عزيز يا فندم. اهلا يا سي عزيز. هو صحيح امير؟ ارجوك ما تكلمنيش في الموضوع خالص، ما تحرجناش. قول يا سي عزيز. ايوه فندم. مخبينه ليه؟ اوه ارجوك كانك ما سمعتيش الحكايه دي ابدا. سرك فين يا اخويا؟ اوه ما تحاوليش ما تحاوليش. استهدى بالله يا سي عبد البير، ده الحظ ما بيجيش غير مره واحده، ما تسيبش من ايدي الفرصه دي. اوه استنى بس. انا اسف جدا يا سمو الامير. استخرس يا حيوان، بتغلط لتاني مره. سرك في بير، ما حصلش حاجه. استهدى كده بالله وسامح الراجل الغلبان ده. روح شوف الراجل بتاع السلاح. انا موجود على اللاسلكي على طول، مش هسيبه حتى ان مات مني. برافو برافو. المترولوزات ها؟ انت من رعاياي؟ ده انا يبقى لي الشرف. امال ايه لازم عميله او جاسوسه؟ حاشا لله يا سعاده البيت. امال ايه خلاك تصدقي الكلام اللي بيقوله الراجل ده اني امير ولا؟ قلبي دليلي، جسمك رسمك بيقول انك امير وابن حلال. ارجوكي ارجوكي ما تطلعيش السر ده بره، انا ليا اعداء كتير وحياتي في خطر. عيب يا سعاده البيت الامير. اضحك، خلي الدنيا تضحك لك. والنبي لا تضحك، والنبي لا تضحك، والنبي لا تضحك. على العموم انا من اول ما شفتك قلت هشوف الهنا كله معاك. هو الحقيقه انت ست اي راجل في الدنيا يتمناكي، بس انا ليا ظروف كتير خاصه. ما تحملش هم، ان كان على فلوس طلباتك مجابه، بس المهم خلي الود متصل. شوفي يا خدمتك فوقيه. شوفي يا واقفيه خدمتك فوقيه. انا بصراحه صراحه استريحت. ربنا يخليك. وانت من دلوقتي مش غريبه بقى. هو انا في الواقع كنت امير، كنت امير اماره بارزالا. يا سلام. ايوه. وبعدين جم شويه ناس اغراب دخلوا البلد بطريقه او اخرى وراحوا محرضين الرعايا بتوعي. راحوا محرضين الرعاية محرضين الرعاية لغاية ما عملوا انقلاب وراحوا طردني من الإمارة. يا لهوي. وهتسكت؟ أسكت؟ لا، ده أنا وراهم وراهم والزمن طويل. هتعمل إيه؟ أعمل؟ بس أنا خايف من الكلام يتنطور كده ولا كده. عيب يا أمير الأمراء. أنا حلملهم شوية مرتزقة وحروح أطردهم كلهم برا. حلاوتك. هو بس الكفاح ده محتاج فلوس، وفلوس كتير، وفلوسي للأسف كلها عند الأعداء الخونة. خد العقد ده ثمنه 3000 جنيه. لا 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 لا، مش ممكن. أنا شعري يندفن في التراب ويموت ولا أقبلش الصدقة من أي حد، خصوصا من واحدة ست. بس عشان تصرف على المرتزقة؟ لا لا مش ممكن. ليه بس؟ وده سنين ما يكفيش 2-3 مرتزقه. ده ضربت كلام والتقل جاي ورا. فوقيه. نعم. انت مش من عامه الشعب. اخلاقك دي وصفاتك دي وكرمك ده ونبلك ده يخليكي انسانه نبيله اميره. يا فرحه امك بيك يا فوقيه. كان نفسي ومن عيني اشوف امير وهو حاصل. انت لسه شفتي حاجه؟ ده انا لما هاخدك امارتي هتشوفي اللي ما شفتهوش. مالك يا امير الان ليه؟ لا لا، هو في الواقع ايوه عندي مهمه كده صعبه شويه. لازم اتصل بالمرتزقه باللاسلكي. دلوقتي طب حضرتك تروح معادك وانا هستناك لك اللقمه مع بعض. طيب يا فوقيه. طيب والله قبضت لك في القفص يا وقفيه. ايه
متشكر قوي يا ابو خليل، بس انا عايزك بقى ترسم لي الرسمه اياها بتاعت كل مره وتدخل لي شنط الكنط. طب وحق البنزين ده الحساب تقل قوي. ايه الكلام بتقوله ده يا ابو خليل؟ مش عيب، انا عمري نصبت عليك يا راجل بصراحه ياما. معلش يا ابو خليل، ماشي حالك المره دي. انا يا عم جدع بقى يا راجل. خبر مش معقول، مش ممكن. هو ايه اللي مش ممكن؟ انا مش مصدق عيني. في ايه يا استاذ؟ انتي احلى ست شفتها في حياتي. معقوله حلاوه عينيكي دي؟ عارفه تشبه مين؟ تشبه موناليزا بالظبط. عارفاها؟ طبعا عارفاها. طب ما دام عارفاها بقى، انا مزنوق في اوضه وفي اللوكاندا دي بالذات. اللوكاندا كومبليت؟ مفيش حاجه اسمها كومبليت. ما انت لازم تخلقي لي اوضه من تحت الارض. وايه اللي حالم الناس عليك واعمل لكم فضيحه هنا؟ بعدين بعد ما شفتك مش قادر اسيبك. ايه ده كله انت لسه شفتي حاجه؟ ابني بالاوضه بقى عشان خاطر خفه دمك وكلامك. انا هدي لك اوضه ولو اننا كنا حاجزينها لزبون تاني. ربنا يخليك ليا. ايدك يا بوسه. فين شنط حضرتك؟ في الحقيقه انا بطلتها هي والسجاير من 6 اشهر. مش فاهمه. هي جايه ورايا، قصدي السواق ده هيجيبها لي. طب اتفضل اوضه 311 بس لو سمحت من بدري. شكرا. انت بتعيط؟ ايه عيط ليه؟ اخويا مات. انا كمان اخويا مات. ايوه بس احنا كنا توأم وبطن واحدة. احنا ما كناش توأم. بنحب زي بعض ونكره زي بعض ونلبس زي بعض. اخويا. انما ايه بقى المشكله في كده؟ مشكله دي. مش عارف مين فينا اللي مات، انا ولا هو. حبيبي يا اخويا. مش عارف مين اللي مات، انت ولا هو. ايه دي المشكله؟ ما هو اللي مات، ما انت هو. مش جايز انا اللي مت. جايز. اثبتها ازاي دي؟ بس انت قاعد وهو مش هنا، يبقى هو مات وانت عايش. انا هروح اتاكد ان لسه ما ماتش. عن اذنك. الشيك اللي لابس بدلة خضراء. تبقى صاحب اخويا. هو مش انت اخوك؟ لا انا اخو اخويا اللي موت. لا لا، هو اتضح ان هو اللي هيموت. صاحبي جدع هو اللي هيموت. ايوه. امسك نفسك، امسك نفسك بقى صاحبي. استحم كلنا لها. هي دي الدنيا. معلش، هو بعتني عشان اعتذر لك على الميعاد. مش هيقدر يجي. ليه؟ هيموت. معلش خد رجلي. لا لا لا، معلش لازم ارجع له تاني. سلام. حاول بس اذا سمحت. هو كان مصمم ان انا قبلك، يمكن ما يصدقنيش. عايز اماره منك. هو عارف الجاكيته الخضراء دي، ممكن اخدها معايا اوريها له علشان يصدقني. متشكر. على مهلك. معلش دنيا. متشكر قوي. عن اذنك. جاكيتة فيها فلوس حاسب عليها؟ ما تخافش، 3 دقايق بالظبط. شكرا.
امسك نفسك بقى. اديله دي يا شيخ. هديها له. ايه هاتها طبعا مع الجاكيت. شك خد منك. لا معلش معلش. ملهاش لازمه بقى الكهرباء. طيب هاتها مع كلهم مع بعض. شك خد منك. لا معلش. لا 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 كفايه كده احسن ما يتصدقش. لا 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 هيصدقني. شوف ما تصدقش. لا لا تعال اهو موجود. خد درينك. هات درينك. ادينا واحد من الزنوبيا اللي بوقك ده نجربه بس. هلا طب بقول ايه؟ نفس نفس بس واحد يا مغفل. مفيش داعي تقطع قلبك. انا مضطر عشان ال انت قلق على فكره. قلق ليه الليله دي كده ومش مبسوط وش سرحان ليه؟ انا تعبان جدا. الوليله دي هتركبني الور. الور ور ايه يا برو؟ انا خايف انها ممكن تكلم كلمه كده ولا كده وارجع اصيف تاني وانا ما صدقت. لا في عرضك تصيف وتسيبني؟ ده انا من غيرك الكشري والهرو معدتي هروني كلي. اهلا. انت تعرفني؟ نتصرف. مالوش لزوم. ورحمة اللي ميت لك لا تقول لي انت مين. انا شخصيا ما ماتليش حد يعني. بس انا بقى حموت عشان اعرف انت مين. اتفضل موت. بقول لك ايه، انت اسمك ايه؟ انا بنسى. عزيز يا بروف. عزيز عزيز. عايز تكلمني الراجل بتاع المساله عشان التليفون. اياه. اوكي اوكي لو سمحت. هنستأذن منك شوية تقدر تشرب كاس لغاية ما نرجع. بس احنا دي مش غريبة عليا. هلا هنرجع ونتكلم في كل حاجة. لو سمحت يا بيه. البيه اللي قاعد هناك على الترابيزة اللي لابس بدلة كده. أيوة. مربعات. أيوة. هو طالب عشاء وياريت بالمرة تبعت له فاتورة لو سمحت. حاضر مشكرة. نعم تفضل. تفضل يا فندم. ايه تفضل تفضل سعادتك.